اليوم الخير موجود اليوم هيك السي راشد كما قلتي الحوت غادي يبان الزقبان بالروح يا قا بالروح بالروح شحال وصلت الصندوق دابا 1400 ولا 1800 140 درهم سرينا هادي 16 و50 درهم السلطري اليوم هيا اللهم بارك بالبحر اللي عندك قنبة هي اليوم لا وغليطة تبارك الله ملحمة تبارك الله كرامة الكرامة واش قليل ولا الثمن ديالو غالي ولا تبارك الله جنب اليوم درينكون ياه درينكون ديال 16000 درهم ديال الدرهم تبارك الله غليطه إذن أهلا وسهلا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تابعي قناة الشعب تزامنا مع اليوم الخامس من شهر رمضان المعظم وكيف ما كان متوقع حسب ما أدلى به مجموعة من بائعي السمك بالتقسيط فالحوت فهو موجود بجميع أصنافه وأنواعه هنا بالسوق المركزي الخاص بالسمك كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور كل شيء موجود ولله الحمد أنواع ديال الحوت فهي موجودة الشطون الشرال باكورة وباقي الأصناف الأخرى واخ أنا من هنا وأنا ماشي عند راشد وأنا ماشي إذن كيف قلنا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تابعي قناة الشعب فالأنواع ديال الأسماك فهي موجودة ومعنا راشد أنا غادي نرجع السي راشد باش نختم معك إن شاء الله شوفوا معنا متابعينا الكرام الأنواع ديال الأسماك كيف كتشاهدوا معنا الخير موجود هضرنا شوية على الأسماك اللي كاينة الشرغوط الشرغوط اليوم هذا أنت يا شادة الشرغوط العريش هادية سامع العريش سامع تبارك الله زرادة زرادة زيد هذا شحال الثمن ديالو بونيتو اليوم معنا 30 درهم بالكيلو هذا الشرا هذا قليل فين كنشوفوها ريحاني شحال وصل الثمن 30 درهم 30 درهم الشطون بالروح نشوفوا عاود الانواع الاخرى متابعينا الكرام كاين بشكادية كاين قنبة حرموج هذا لوبا لوبا دورادة دورادة قنبة قنبة شطون زيدة الاسماك كلشي موجود السردين هذا اللي كيجي مخلط مع الشطون واعر سردين ستيتو واعر هذا الشطيوة الشطيوة ستيتو تبارك الله ستيتو هذا بيض اليوم وغير 30 درهم ما كاينش 60 درهم ما كاينش 3 السلام عليكم الكرامة الصول الشكه ديال رقيقه هذه اللي كيدخلوا عليها بزاف هذه كتعجبهم الناس القلي هذه القلي الموجود اخي هذا تما شطور السردين هذا اللي كيجي مخلط ياك اخي السلام عليكم اسمك موجود في السوق المركزي جميع الاصناف والانواع طبعا السي راشد السلام عليكم سي راشد الله يعاون التوفيق الحضر اللي كنا الحضر اللي كنا الحضر اللي كنا اجود درني الله اللي كنا التربو هذه التربو هذا ما عمري صورته انا يا اول مره غادي نصور شنو هذا النوع ديال السمك هذا في الريكو هذا بحال رايجه
هذا واعر التورب هذا كسوى شي 180 درهم ولا شي بالربط وصل مونيتي التورب شحال وصل سي راشد 200 درهم ولكن شي حاجه واعر وقليل فيه كيكون هذايا قليل انا هكا بغيت نصير وعا الصول الرينكون الصول الرينكون مختلف تماما على الانواع الصغار هذا كان واحد مشكله قبل 10 عام اليوم كان بالي قلت لها من عيش الى اخر هادشي 200 درهم اللي كتكون خير موجود أنا بس أنا أصلاً اليوم 70 درهم هذه قال 120 درهم 70 درهم في السوق اليوم هذه قالوا كيبيعوا 12000 100 درهم 70 درهم 70 درهم وهذه الرينكون باينه فيها علاش لا العريش ولا الرينكون علاش العريش ولكن ما فيهاش ديك الكوربو هذه كرم هذيك 140 درهم حاول صاحبي ما حسابي 120 درهم هي على بطل ما بقاش يبعثوا هذه مير لك قال 100 درهم حتى اليوم الحوت موجود وحتى الناس كاين الناس كاين الناس مقارنه اليوم كاين الناس كيتسخر ولكن راشد ديما عنده الملح هذا نحاول يعاود كاين واحد على السيرفيس نحاول يضبها على السماوه هذا يا الحوايج غالب يا اخي تشوف واش ما فيهش الشوك ولا فيه اللحم؟ اه عجبتنا واه مرطب دراوش هذا غير الدراوش شحال الثمن ديالو؟ شحال الثمن ديالو؟ شحال الثمن ديالو؟ شحال الثمن ديالو؟ 30 درهم هذا محمد 20 درهم 20 درهم محمد عامل الارض رجله وين تصدع من الشطور من الشطور الارض؟ ها الصول الصول عم باطل محمد عندها قد الدراوش هذا كي محمد كرم هذا كيما انا نقول كرم عند محمد ها 60 درهم محمد معروف بالرحم عنده الصول 60 درهم عنده كبوريكيتي عنده واحد ايه بابا محمد هادشي اللي كاين حتى الناس رجعوا كيهربوا اختصاصي بهادشي بشرف اذا كيف قلنا متابعينا الكرام هذه الاجواء هنا في السوق المركزي حملنا جوله في جميع يعني المسس اللي كتبيع الانواع ديال الاسماك كيف شاهدوا معنا وغادي نرجعوا عند السي رشيد ديالنا السي رشيد الله يحفظك الاثمنه اللي عندك اليوم شنو عندك الجامبا بشحال عندي الجامبا بريكو اه هذا وانا طلاق اللايف اذا كيف قلنا متابعي قناه شوفت في قناه الشعب لازلنا في البث المباشر ومعنا السي رشيد كيف عودناكم دائما يعني دائما كيجيب الحاجه طريه وتبارك الله الحاجه حتى اللي كيجيب يعني اللي بعينه ما كيتلف كاين نعم صحيح كاين كروفيت او الجامبا ديال الرينكون دايره 100 درهم كاين الصول
100 درهم كيلصق، كل ما كان كيلصق كل ما كان فيه اللعب كل ما كان طري. وكذلك كاين الحبار او الكراميل الثمن ديالو 140 درهم. تبارك الله. اذا متابعينا الكرام، نتمنى انكم تكونوا قضيتوا معنا فترات ليليه جميله جدا، والى بث اخر ديال اجواءنا بالسوق المركزي لمدينه